مشاهدينا الكرام، أهلا بكم على الجزيرة مباشر هنا من بلدة رأس كركر قضاء رام الله، أحد القرى الفلسطينية المتواجدة في بلدة في قرى غرب رام الله. هنا من ديوان البلدة تتواجد عائلة الشهيد خالد نوفل الذي أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاده قبل 3 ساعات من الآن. العائلة بالإضافة إلى أهل البلدة بدأوا بالتوافد إلى هذا الديوان. مشاهدينا الكرام، هنا سنسمع رواية الأهالي خاصة بعد صدور بيان جيش الاحتلال والذي تحدث عن وصول شاب فلسطيني من هذه البلدة إلى منطقة جبل الريسان، ويقول بأنه دخل في سيارة مسرعة وصل إلى حدود ما يعرف بمزرعة إفرايم التي أطلق عليها المستوطنون في السيطرة على جبل الريسان. يقول ترجل من بيان الجيش الاحتلال، يقول بأنه ترجل من السيارة ثم وصل إلى منطقة تواجد للمستوطنين، ثم دار هناك اشتباكا بالأيادي ما بين الشاب خالد نوفل، هذا على ذمة بيان جيش الاحتلال، ثم بعد ذلك تم إطلاق النار عليه من مستوطن آخر فأدى إلى إصابته إصابات خطيرة على الإثر أدى إلى استشهاده. هنا هذه رواية الاحتلال، هناك تناقض في الرواية بشكل كبير. البيان يردف بأن الشاب لم يكن معه سكين ولم يكن معه سلاح، على الرغم بأن عنوان بيان جيش الاحتلال يتحدث عن عملية استهدافية لتواجد المستوطنين في هذا الجبل. قبل قليل رصدنا على من خلال المتابعة قيام سيارات عسكرية إسرائيلية بنقل مركبة الشهيد خالد نوفل من المكان، بالإضافة إلى قوة احتلالية اقتحمت البلدة وأقامت تحقيق أيضا مع الأسرة. بحسب بيان جيش الاحتلال بأن الجثمان للشهيد هو لخالد نوفل. سنسمع تفاصيل ما جرى أيضا من العائلة، وكما سمعنا الآن في سماعات المساجد بدأ هنا نعي الشهيد رحمه الله، والحديث أيضا عن حضور لكبير من أهالي بلدة رأس كركر، وأيضا في العادة يجري توافد أيضا من المنطقة المحيطة. قوات الاحتلال كانت قد سيطرت على جبل الريسان قبل سنة ونصف من الآن، دارت مواجهات مع المواطنين في المنطقة المحيطة رفضا للتسليم. هنا كما أشرنا المنطقة هذه منطقة غرب رام الله شهدت قبل 3 أعوام أيضا أو 2.5 عامين تقريبا استشهاد شابين من المنطقة بحجة التنقل على الطريق الالتفافي الاستيطاني القريب من المنطقة، وأنهما كانا يحاولان تنفيذ عملية بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال. يعطيك العافية أولا، سنسمع إذا رواية الأهل. المتابعين الكرام يعطيك العافية، عظم الله أجركم عم، يعني عرفنا حالك. نصر نوفل قريب للشهيد خاله، صحيح؟ نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ننعى لشعبنا الفلسطيني ولكافة أحرار العالم استشهاد الشاب الخلوق خالد ماهر صالح نوفل الذي استشهد فجر هذا اليوم، والذي كان قاصدا أرضه بسيارته ليقوم بعملية تعمير وإصلاح لهذه الأرض، وأكثر من مرة كان يذهب إلى هذا الموقع على أساس أن هناك أراضي تخصه وتخص أهله. فعندما صعد إلى قمة الجبل كان هناك وجود للجيش الإسرائيلي وللمستوطنين، هم لا يسمحون لأي فرد أن يقوم بالتنقل والوصول إلى هذا الموقع، فهو أصر على أن يصل إلى هذا الموقع على أساس أنه هذا حق وهذه أرضه. ومن هنا عندما اقترب من الإسرائيليين أطلقوا عليه النار فاستشهد على الفور. عم بحسب بيان جيش الاحتلال بأنه لم يكن مسلحا ولم يكن يمتلك أداة حادة، يعني هذه تؤكد روايتكم بأن الاحتلال مارس عملية إعدام لشاب أعزل. كان بالإمكان لو إن الرواية الإسرائيلية صحيحة وصادقة وكان هناك المستوطنين وجنود الاحتلال، كان بالإمكان إصابته واعتقاله،
لو 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 لو, لو أن الرواية لو أنه اشتبك معهم حقيقة كان بالإمكان فرد لوحده كان كان بإمكان اعتقاله وتحقيق معه، ولكن كان الاستهداف مباشر على أساس أنه التصفية، عملية التصفية لكل إنسان ولكل شخص ينوي التوجه إلى هذا الموقع. طيب عم للمشاهدين، خالد من هو خالد؟ كم عمره؟ متزوج غير متزوج؟ خالد شاب خلوق عمره 31 سنة، يعمل في وزارة المالية في قسم الأملاك. الكل متزوج وله ولد، الكل يعرف خالد، يعرف خلق خالد، يعرف وسامة خالد، إنسان يعني الكل يحترمه ويقدره، وعلاقاته مفتوحة مع الجميع وعلاقاته جيدة جدا. الساعات الأولى قامت قوات الاحتلال باقتحام أيضا بلدة رأس كركر والتحقيق مع عائلة الشهيد، شو اللي صار؟ اللي صار أنه قدوم قوات الاحتلال إلى بيت والد الشهيد واستفسروا عن الشهيد خالد وعن أخوانه، فقال لهم أنه موجود في البيت، يعني لم يعلم والد الشهيد بهذا بما حدث، فأخبروه من خلال تصوير على التليفون، يعني شاهد ملابسه وحذائه وهويته، وأبلغوه بأنه اشتبك مع الإسرائيليين وأنه مصاب. أشكرك، سأعود إليك عم، يعطيك العافية. عرفنا أحد. الله عافيك. عرفنا أحد. أنا مروان نوفل من قرية راس كركر غرب رام الله. الكل يعلم أنه قرية راس كركر هي قرية منكوبة محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية من جهاتها الأربع، أراضيها معظمها، كثير من أراضي القرية أصبح مصادر بحكم ما يسموه أراضي دولة وأملاك دولة، فالمواطن يمنع من الوصول إلى أرضه، وهذا مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية في العالم. لا يوجد دولة في العالم تمنع أي مواطن من الوصول إلى أرضه بحكم أن هذه أراضي دولة، وأراضي الدولة ممنوعة على صاحبها ومسموحة في نفس الوقت للمستوطن الذي لا يمت هذه الأرض ولهذا التراب بصلة. فهذا تعامل بمعيارين، يصادر أرض المواطن الفلسطيني ليعطيها للمواطن الإسرائيلي بلا ثمن، هذا مرفوض قطعا. حاولنا مرارا وتكرارا ونحاول باستمرار الوصول إلى أرضنا والتشبث بها. هي ليس، دعنا نسأل، يعني الآن جبل الرسان من أحد الجبال المهمة في منطقة غرب رام الله وهو الأعلى تقريبا. نعم. الوصول إلى تلك المنطقة كما شاهدنا مع الشهيد خالد نوفل أدى إلى استشهاده. نعم. هل فعلا نحن أمام حالة خطرة يمكن أن تصيب أي فلسطيني؟ نعم. يصعد إلى الجبل؟ نعم بالتأكيد. أنا سأروي لك حادثة عن ما يجري معي أنا شخصيا. أنا أمتلك في جبل الريسان ما يقارب من 40 دنم مشجرة بأشجار الزيتون، أذهب بشكل شبه يومي إلى هذه المنطقة وأتعرض لمضايقات من الزعران المستوطنين. هم زعران، فئة من الزعران. قبل ما يقارب الشهر أتوا علي في الموقع وأنا أقوم بتقليم أشجار الزيتون، وباختصار بيقول لي أنت شو بجيبك هون؟ هذه المنطقة لنا. قلت له هذا الزيتون وهذه الأشجار هي شاهدة على أننا أصحاب هذه الأرض وسنبقى هنا إلى أن يشاء الله، لن نترك أرضنا مهما كلف الثمن، وسنبقى فيها نعمرها ونزرعها ونفلحها. ما حصل مع خالد هو صاحب أرض أيضا، هو يمتلك، والد خالد وأعمامه وأقاربه الجميع يمتلك في هذه البقعة العديد من الدنومات. بعد إعدام شهيد خالد، أنتم كبلدة راس كركر ماذا تطالبون، خاصة أنه الحدث قد لا يكون منفصلا عن أحداث يمكن أن تكون، يعني لا سمح الله، يعني
منظورة الأيام. نحن باسم أهالي قرية رأس كركر وباسم الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده نناشد العالم أجمع الوقوف إلى جانب هذا الشعب الأعزل. كما رأيتم خالد ذهب أعزلاً، لا يمتلك سلاحاً يهدد أحد به، لم يكن يمتلك أي آلة حادة ليذهب لتنفيذ عملية كما يدعي الجيش الإسرائيلي. بالعكس، رأس كركر كما أشرت في بداية كلامي هي قرية منكوبة، نحن الينابيع، ينابيع المياه التي عاش عليها آباءنا وأجدادنا في منطقة النبي عنير، وهذه كان يجري بها مواسم سنوية للآباء والأجداد وللمنطقة برمتها، مواسم سنوية يسمى الموسم موسم زيارة النبي عنير، كما هو زيارة النبي موسى وموقع النبي موسى في أريحة وفي ما بين اللد والرملة. أيضا كان في هذا الموقع في عنير يذهب الناس لهذه المواسم. أصبح الآن صاحب الأرض ممنوع من الوصول إليها، ممنوع من أن يملأ عبوة بالماء من هذه الينابيع التي عاش عليها أباءنا وأجدادنا، كانوا يمكثون في هذه المنطقة 24 ساعة ليلاً ونهاراً لم يفارقوها. أصبحنا نواجه خطراً في الوصول إليها. أيضاً قبل أسبوعين قام زعران المستوطنين بنصب غرفة خشبية وذهبنا إليهم في منطقة الكوكرة، ذهبنا إليهم وكان الجيش متواجد هناك وطلبنا إزالتها وقلنا لهم معكم أسبوع، إذا لم تزيلوها سنزيلها بأيدينا، لأنه هاي أرض فلسطينية وستبقى فلسطينية. هذا الشجر المزروع أمامكم من زرعه؟ أشكرك. إذن مشاهدينا الكرام، ننقل هذه الأجواء المباشرة هنا من بلدة رأس كركر وبدء توافد الأهالي إلى ديوان البلدة وللعزاء بالشهيد خالد نوفل الذي لم تعرف ولم يتم تأكد الأسرة حتى الساعة من فرضية الاستشهاد حتى الساعة. الأوضاع هنا يعني على الأقل كما تشاهدون حضور حتى الخارج يمتلئ حضور، سنحاول أيضا بعد قليل الخروج لإعطاء صورة لتوافد أهالي البلدة، يعني سنحاول يعني الحديث مع أحد آخر من أسرة الشهيد إذا كان بالإمكان. يعني هذا هو والد الشهيد الذين تشاهدون الآن متابعينا الكرام، فالوضع ليس سهلا، لكن يعني هو حال الشعب الفلسطيني هنا دائما حالة الاستشهاد متتابعة ومتتالية، وارتقاء الشهداء في الساحة الفلسطينية ليس جديدا على الواقع الفلسطيني، لكن الشهيد يكون قريبا من أهله بالمشاعر والاحتضان والحب. ليس سهلا أن يودع والدا للشهيد ابنه الذي رباه 31 عاما ثم مرة واحدة يأتي خبر الاستشهاد. إذن متابعينا الكرام على الجزيرة مباشر ما زلنا ننقل هذه الأجواء هنا في بلدة رأس كركر والتي تعد أجواء من الغضب والحزن الشديد على الشهيد خالد نوفل الذي يبلغ من العمر 31 عاما، متزوج وله أحد الأطفال، وكما يعني أشرنا بأن قوات الاحتلال زعمت بأن هناك محاولة لتنفيذ عملية، لكن من خلال بيان الجيش الاحتلال تبين أيضا من خلال الشرح بأن الشهيد نوفل لم يكن لا يحمل سلاحا ولا سكينا، وهذا يؤكد على أن سلسلة الاعدامات في الأراضي الفلسطينية هي قائمة على دائرة الاشتباه بالفلسطيني كونه فلسطيني. منطقة جبل الرسان تعد من المناطق المهمة التي سيطر عليها ما يعرف بالاستيطان الرعوي الذي بات يتمدد في منطقة رام الله بشكل واسع. لدينا 13 نقطة استيطانية رعوية باتت تأخذ تلال الجبال في الأراضي الفلسطينية. نذكر مشاهدينا الكرام بأن الساعة 3 تقريبا وربع فجرا قامت قوات الاحتلال بالإشارة في بيان صادر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن شابا من بلدة رأس كركر وصل بسيارة مسرعة إلى ما يعرف بمزرعة إفرايم التي أقيمت من قبل المستوطنين على جبل فلسطيني، يقال بأن أراضيه أراضي دولة، أراضي دولة يعني أنها أميرية والتي تشكل أغلب الأراضي الفلسطينية. تقول بأن عراكا حدث ما بينه وبين
أحد الحراس، بعد ذلك قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشاب مما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة. الاحتلال اقتحم بلدة رأس كركر كما سمعنا من خال الشهيد، وقام بالتثبت من هوية الشهيد، وحتى الساعة لا يعلم يقينيا ما هو مصير الشهيد. رصدنا أيضا نقل مركبة الشهيد من جبل الريسان إلى معسكر إسرائيلي قريب في المنطقة، وتواجد كثيف لقوات الاحتلال مع وحدة التحقيق الإسرائيلية. إذن هنا بدأت أيضا سماعات المساجد بتلاوة القرآن ونعي الشهيد من أسرته، وأيضا من الفعاليات في داخل البلدة هنا، والتوافد بدأ كبيرا في هذه القرية. سنحاول الخروج محمد إذا كان بالإمكان لإعطاء صورة خارجية لتوافد أيضا المواطنين في بلدة رأس كركر هنا للعزاء بالشهيد، وأيضا للتأكيد على الالتفاف المجتمعي في الأراضي الفلسطينية في هذه الأثناء. إذن هنا نحن الآن متابعينا الكرام في بلدة رأس كركر، والتي من خلالها نرصد آخر التطورات، بالإضافة إلى سماع آراء الناس حول ما جرى. إذن متابعينا الكرام، هذه الأجواء هنا في بلدة رأس كركر، وبدأت سماعات المساجد بتلاوة القرآن الكريم كما هي العادة في الأراضي الفلسطينية، والتي تبدأ عادة بنعي الشهيد من خلال المساجد، بالإضافة إلى قراءة القرآن والحضور الكبير من الأهالي هنا في الأراضي الفلسطينية للمواساة ونقل الأجواء العامة التي تنشأ عقب استشهاد أي شاب فلسطيني. متابعينا الكرام، هذه البلدة الفلسطينية التي تقع في منطقة غرب رام الله تعد من القرى الفلسطينية المنكوبة بالاستيطان. يوجد لدينا أكثر من 9 مستوطنات في منطقة غرب رام الله، والتي تتمدد في أراضي منطقة غرب رام الله، والتي تسيطر تقريبا على نصف الأراضي. يذكر متابعينا الكرام بأن أكثر من 418 مستوطنة عشوائية ومعسكر في الأراضي الفلسطينية، هذا يعني بأنها تسيطر على ما يوازي تقريبا 50% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عدا عن مناطق سيئة التي تشكل أيضا ثلث الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أننا نحن أمام واقع صعب في من حيث الاستيطان، وكانت صفقة القرن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد حاولت أن تفرض معادلة شرعنة المستوطنات. نتنياهو أيضا في حمى الانتخابات الإسرائيلية الآن يعد المستوطنين بالتمدد في الأراضي الفلسطينية، ويعد أيضا زيادة عدد البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. سنحاول أيضا أن نأخذ بعض ردود الأفعال من المواطنين هنا. والله يعني انت كما هو ملاحظ اجواء الحزن تعم على اهل القرية عامة للحدث الفظيع الذي حصل صبيحة هذا اليوم.